هل ينبغي أن أضع كمامة لحماية نفسي من فيروس كورونا؟ لا تضع الكمامة إلا إذا ظهرت عليك أعراض مرض كوفيد-19 خاصة السعال، أو إذا كنت تقدم الرعاية لشخص يحتمل أنه مصاب. ولا يمكنك استعمال الكمامة وحيدة الاستعمال إلا مرة واحدة. أما إذا لم تكن مريضًا أو لم تكن قائمًا على رعاية شخص مريض، فستكون قد أهدرت كمامة دون داع. ونظرا للنقص في امدادات الكمامات على الصعيد العالمي فان منظمه الصحه العالميه تحث الناس على التحلي بالحكمه في استخدامها طريقه وضع الكمامه واستخدامها ونزعها والتخلص منها تذكر ان استخدام الكمامه ينبغي ان يقتصر على العاملين الصحيين ومقدم الرعايه والاشخاص المصابين باعراض تنفسيه مثل الحمى والسعال قبل لمس الكمامه نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي او بغسلهما بالماء والصابون امسك الكمامه وافحصها للتاكد من انها غير ممزقه او مثقوبه حدد الطرف العلوي من الكمامه موضع الشريط المعدني تاكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامه الى الخارج الجهه الملونه ضع الكمامه على وجهك اضغط على الشريط المعدني او الطرف المقوى للكمامه ليتخذ شكل انفك اسحب الجزء السفلي من الكمامه لتغطي فمك وذقنك بعد الاستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خلف أذنيك، مبعدا الكمامة عن وجهك وملابسك لتجنب ملامسة أجزاء الكمامة التي يحتمل أن تكون ملوثة. تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق. نظف يديك بعد ملامسة الكمامة أو رميها بفركهما بمطهر كحولي، أو بغسلهما بالماء والصابون إذا كانتا متسخين بوضوح. كم تستغرق فترة حضانة مرض كوفيد-19؟ مصطلح فترة الحضانة يشير إلى المدة من الإصابة بالفيروس إلى بدء ظهور أعراض المرض وتتراوح معظم تقديرات فترة حضانة مرض كوفيد-19 ما بين يوم واحد وأربعة عشر يوما وعادة ما تستمر خمسة أيام هل هناك أمور ينبغي أن أتجنبها؟ التدابير التالية غير فعالة في مواجهة مرض كوفيد-19 بل قد تكون ضارة التدخين استخدام كمامات متعدده تعاطي المضادات الحيويه